أثارت الفنانة المغربية مريم حسين جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تعاونها مع إعلامية منتجة إسرائيلية لإنتاج فيلم وثائقي حول حياتها. جاء ذلك أثناء مداخلتها في برنامج كشف حسابة عبر قناة سكوب، حين سألتها الإعلامية الكويتية ميل عيدان قائلة: ألم تجد إلا إسرائيلية لإنتاج فيلم وثائقي حولك؟ فأجابت مريم حسين قائلة: نحمد الله أننا الآن فتحنا خطوطا معهم وسنستأنف إنتاج الفيلم مع الإسرائيلية. وأحرجت ميل عيدان حين قالت: تقصدين التطبيع، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تطبيع، فكيف تتعاونين مع إسرائيلية؟ وردت مريم حسين بأن هذا هو السبب لعدم إنتاج الفيلم، مضيفة: كنا ننتظر التطبيع. وحول موقفها من التطبيع قالت مريم: أنا مع السلام، مع الحب للجميع، مع السلم. الإسلام مشتق من كلمة السلام، سواء كان يهودي أو مسيحي أو درزي أو شيعي أو غيره. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريح مريم حسين واتهموها بالخيانة والجهل، فكتب أحدهم: متى كان التطبيع مع إسرائيل يعني السلام؟ ومن قال لها: إننا نحن المسلمون لدينا مشكلة مع الأديان، يهود أو مسيحية، نحن مشكلتنا إسرائيل، وإسرائيل لا تعني السلام. وذكرها آخر بأنها ليست إماراتية لتعيش الدور، وكتب: أنت مغربية وتعيشين الدور. وسخرت أخرى من جهلها حين قالت شيعي، وكتبت: هي قالت سواء كان يهودي أو مسيحي أو شيعي، ليش الشيعي كافر ومسلم مثلا؟ ما فهمت رحمتك يا إلهي، هذه الأشكال دمرت العالم. وسئل آخر: هل تتكلم بلسان الإماراتيين أم المغربيين؟ هذا وقد تحدثت مريم حسين عن طليقها لأول مرة حين سألت ميل عيدان عن سر اختفاء فيصل الفيصل وابتعاده عن السوشيال ميديا، إلا أن رد مريم حسين كان غير متوقع أبدا، حيث ضحكت مريم وقالت: في قلبي ما دفع العيدان إلى سؤالي ماذا ما إذا كانت لا تزال تحب طليقها أم لا. وأكدت مريم حسين أنها تحب ابنتها وتحب كل ما تحبه، ولا يمكنها التحدث عن الأمور الخاصة بفيصل الفيصل إذا كان هو نفسه اختار الابتعاد عن الجمهور والسوشيال ميديا، لكنها أكدت أنه على اتصال دائم بها وبابنته للإطمئنان على أحوالها. كما نفت مريم حسين الأخبار المتداولة عن خروج فيصل من السجن وزواجه من سيدة أخرى، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أكثر، وأوضحت أن فيصل رجل متحمل المسؤولية ولن يتخلى عن ابنته، وهو حريص دائما على رؤيتها والتواصل معها.